لمصلحة العنابي. مين ممكن أن يتقدم؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزيرة. سيو هادي 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 هادي. فاز بجائزة أفضل لاعب. كرة لمصلحة المنتخب البحريني. عرضية داخل منطقة الجزيرة إلى الشباك عن طريق كوميلو. وعد 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 محمد وعد يغير اتجاه الكرة. قرار حكم المباراة إلى تقنية الفيديو. ركلة جزاء ركلة جزاء. ومن أجل إبقاء التعادل للعنابي هنا عبد الله في مواجهة مشعل بخبرة أوروبا في مواجهة خبرة لاعب قادم من كأس العالم. وهو يسجل عبد الله